أعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله الكريم العظيم الحليم المنان الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. فحياكم الله في روضة من رياض الجنة، كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال لأصحابه: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وكما مر معنا أن هناك نوع من الملائكة السياحين الذين يتلمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا يسمعون الذكر. وكما قلنا وأسلفنا أن البيوت والأماكن لا تعمر إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالمكان الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى فيه حياة وفيه روح، والعكس بالعكس. فالحمد لله الذي سخر لنا مكان نجتمع فيه على طاعة الله ونلتقي بإخوة لنا أفاضل، والحمد لله أن سخر لنا يعني وهيأ لنا هذه الدروس وهذه اللقاءات التي يعني حرم منها كثير من إخواننا، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يديمها علينا نعمة. فالهدف والله يا إخوة أن احنا نلتقي في طاعة الله ونلتقي في هذه الأماكن ونلتقي على خير وعلى طاعة، هذا هو الهدف. يعني ليس الهدف أن هناك معلم ومتعلم، بل كلنا يعني جئنا هنا لكي نتعلم، كلنا جئنا هنا لكي نستمع الذكر ونستمع قال الله وقال رسول الله. فهو مجلس مشاركة، نتشارك مع بعض ونتشاور مع بعض ونتدارس مع بعض أحكام الدين، لا سيما علم الاعتقاد، وهو أجل العلوم، لأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمن أحسن الإجابة فقد أفلح وأنجح، والعكس بالعكس عياذا بالله. وبدأنا الحمد لله بفضله سبحانه وتعالى في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وقلنا يعني أن هذا الكتاب صنفه مؤلفه رحمه الله تعالى على هيئة السؤال والجواب ليكون أسهل وأقرب لأذهان المسلمين، فالناس يحبون طريقة السؤال والجواب. وهو هدي النبوي كما أسلفنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أخبركم بكذا؟ ألا أخبركم بكذا؟ وهذه صيغة السؤال والجواب. وقلنا أن هذا الكتاب أيضا صنفه رحمه الله تعالى الحافظ الحكمي، وهو من أعلام نجد، على الكتاب والسنة، يعني قائم على الدليل، ما في مسألة من مسائل الاعتقاد إلا وأتبعها بدليل أو أدلة من القرآن أو من السنة أو من كلاهما عشان الناس بتوع النحو ما يزعلوش، مش كده يا باشمهندس؟ نعم، أو من كلاهما. اللهم صل على نبينا محمد. وقلنا والباشمهندس عبد الفتاح هو اللي هيقول الدوائر بقى، الدوائر الثلاثة في الإسلام، دين الإسلام. ما هو دين الإسلام؟ نعم، قلنا أن الدين الإسلام عبارة عن ثلاثة أشياء، وللتقريب عبارة عن ثلاثة دوائر متداخلة. الدائرة الكبرى هي دائرة الإسلام، والدائرة الأصغر منها دائرة الإيمان، والدائرة الأصغر منها هي دائرة الإحسان. فمش كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن مسلم محسن، ولكن العكس، كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم. وهذا التصنيف أو هذا التقسيم قسمه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان؟ فهذا هو الدين، وهذا هو الكتاب أصلا قائم على هذا. أول حاجة بدأنا بالإسلام وأركان الإسلام، ثم الإيمان وأركان الإيمان، ثم الإحسان، ويتكلم عن بعض المسائل الخاصة بالعقيدة والاعتقاد
والتوحيد والشرك وغير ذلك. طيب، فوقف بنا الحديث في أركان الإيمان إلى الإيمان بالكتب. فقلنا أن الإيمان له 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعندنا من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. طيب، من المعلوم أو قبل أن نبدأ بالإيمان بالكتب، قلنا أن الإسلام، عشان الناس يعني لا يلتبس عليها، الإسلام لو ذكر في نص لوحده قصد به الإيمان وقصد به الإحسان أيضا، يعني دخل في كل الدين. ولو ذكر الإيمان كذلك في نص بمفرده مجرد دخل فيه الإسلام ودخل فيه الإحسان، يعني قصد به الدين كله. لكن لو اجتمع الإسلام والإيمان قصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، الشعائر الظاهرة، والإيمان الاعتقاد الباطن. والدليل على ذلك قصة إبراهيم مع الأضياف، أو قصة لوط عليه السلام التي ذكرت في سورة الذاريات، لما إبراهيم عليه السلام قال للأضياف: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم من المجرمين نسى عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من طب إيه الفرق بين المؤمنين والمسلمين؟ طب ما هو بيت واحد. حد يعرف يجيب؟ إحنا خدناها دي في قصة لوط عليه السلام في قصة الأنبياء. أيوة، أحسنت أبو سليمان، عشان يخرج زوجة لوط عليه السلام التي كانت على الكفر. فما وجدنا فيه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. هو مين اللي خرج؟ لوط وابنتيه اللي خرجوا من القرية اللي نجوا لأنهم كانوا على الإيمان. ومين اللي بقي من هذا البيت؟ زوجته التي كانت من الغابرين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو البيت بيت إسلام. طب ليه ما عبرش بالإيمان؟ عبر بالإسلام لأن هذه المرأة كانت تظهر الإسلام اللي هي زوجة لوط، وكانت تبطن الكفر. وضحت؟ فعشان كده عبر بأن البيت ده بيت إسلام، لكن اللي أخرج ونجا بيت إيمان، هو ده الإيمان الصادق فعلا. فهو ده الفرق بين الإسلام والإيمان. اللي نجا لوط وابنتيه فقط. عن بكرة أبيها فجعلنا عاليها سافلها. نعم، كله قلبت رأسا على عقب، ودمرها جبريل كما هو معلوم يعني. طيب، وأتبعوا بحجارة من طين بعد ذلك مسومة عند ربك المسرفين. طيب، نسأل الله العافية والسلامة. نرجع لأركان الإيمان، وقلنا أن وقفنا عند دليل، أو وقفنا عند الإيمان بالكتب. قال: ما دليل الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب له أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. مثلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. طبعا الكتاب الذي أنزل على رسوله المقصود به القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي جنس الكتاب الذي نزل من قبل على الأنبياء، وهو كل الكتب السماوية السابقة. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال: ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي من جنس الكتاب. والذي لا يؤمن بكتاب من الكتب السماوية فهو كافر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الذي يكفر بكتاب واحد فقد كفر بالقرآن فهو كافر. فإحنا المسلمين نفترق عن غيرنا أو ممن سبقنا من الأديان السابقة. كل دين من أو أستغفر الله، الدين عند الله الإسلام، أنا أقصد الشرائع السابقة، لأن ما حدش يلبس عليه أن الأديان مختلفة. لا، إن الدين عند الله الإسلام. كل الأنبياء طبعا جاءوا بالإسلام، لكن الشرائع تختلف. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. نعم، ديننا أباؤنا شتى وأمنا واحدة، أو أبونا واحد وأمهاتنا شتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين أصله واحد، التوحيد أصله عند جميع الرسل وأتت به جميع الكتب، ولكن الاختلاف في الشرائع في بعض التشريعات. فديننا دين الإسلام أفرض علينا فرضا أن نحن نؤمن بكل الكتب السابقة وكل الرسل السابقة، بخلاف
الأمم السابقة، كل أمة أو كل رسول كان يبعث إلى أمة خاصة ولهم كتاب خاص. أما نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وكتابنا القرآن لكل المسلمين. وضحت؟ طيب. قال: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ إيه الكتب التي ذكرت لنا في القرآن؟ الذي ذكر في القرآن هو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، والبقية ذكرت جملة. الذي ذكر باسمه التوراة والإنجيل والقرآن على رأسهم طبعا. نحن نقصد الكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل والزبور. طب التوراة نزلت على من؟ والإنجيل والزبور، نعم، وصحف إبراهيم وموسى، واضحة طبعا. وذكر الباقي جملة، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي وفى ما عليه صلوات الله وسلامه عليه من الدعوة إلى التوحيد. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بالقسط يعني بهذا الميزان فيقوم بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. فنقول فيه ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي من جنس الكتاب، كله من عند الله سبحانه وتعالى، إلا الذي حرفته أحبار اليهود وقساوسة النصارى. فطبعا معروف أن التوراة والإنجيل حرفتا، فلم يبق إلا القرآن الوحيد الذي تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقبل أن يحرف التوراة والإنجيل كان فيه نعت نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك من عرفه من أحبار اليهود ومن قساوسة النصارى آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أنهم كانوا عارفين صفته في التوراة قبل أن تحرف وفي الإنجيل. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، بشر به في الإنجيل، ذكر باسمه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، قال: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ معنى الإيمان بالكتب، قال: التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع. وهنأتي إلى هذه النقطة، لأن هذه النقطة شذ وضل فيها من ضل من فرق الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة أم القرآن مخلوق، وهذا خطر عظيم، وسنعرف إن شاء الله ويتعرض لها المصنف. وأن الله تكلم به حقيقة فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي يعني جبريل إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم طبعا وإخوانه من الرسل، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي وحيا إليه إلى النبي مباشرة، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أنواع الوحي، إما وحي، الوحي ده يعني له أنواع، إما أن يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الوحي وحي منامي فيرؤي الأنبياء وحي، أو يكلمه الله من وراء حجاب، أو يرسل رسول، أو أي الرسول الملائكي وهو جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه الآية جمعت أنواع الوحي الثلاثة. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم الله موسى تكليما، هنا مصدر توكيدي أن الله سبحانه وتعالى كلمه تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه، أي في شأن القرآن: وقرآنا فرقناه، أي نزلناه منجما مفرقا على 23 سنة على حسب الأحداث والوقائع، لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، يعني آيات سبحان الله في غاية الوضوح
وفي غاية يعني الصفاء والنقاء، ما في بعد ذلك شك أنه قرآن منزل من عند الله وأن الله تكلم به حقيقة. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين. أنا عندي النسخة دي فيها خطأ في الآية، وإنه لتنزيل رب العالمين بلسان عربي مبين، وأسقط آيتين. نعم. وقال تعالى فيه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وغيرها كثير. طيب، ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ إجمالا أنواع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع، منها أو أنواع كلام الله سبحانه وتعالى، أنواع كلام الله سبحانه وتعالى، منها المسموع من وراء حجاب، ومنها ما بلغه الرسول الملائكي للرسول البشري، ومنها ما كتبه الله بيده. خلاص، عشان نسأل الدرس الجاي إن شاء الله. عشان نعم، الوحي إيه؟ نعم، الوحي اللي هو إما وحي منامي إما وحي إلقاء في روع النبي، بس إحنا هنا بنتكلم على أنواع الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، إما من وراء حجاب أو يلقيه لجبريل فجبريل ينزل به على النبي، تمام، أو يكون مكتوبا كتبه الله سبحانه وتعالى كالألواح التي كتبت لموسى. ده أنواع كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ وده أمر مهم جدا، أن القرآن إيه منزلته بين الكتب. قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني من سبقه ما سبقه من الكتاب، ومهيمنا عليه، ونعرف يعني إيه مهيمن. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني الذي سبقه، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا يعني مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب، ومصدقا لها يعني يصدق على ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع منها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة. كما قلنا، الذي كان عنده شيء من الكتاب، اللي هم أهل الكتاب اليهود أو النصارى، فجاءهم القرآن، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن فعرفوه فآمنوا به، لم يتملكوا إلا ذلك. لذلك خضع كل من تمسك بالكتب المتقدمة حقيقة ولم يحرف ولم يبدل، خضع للقرآن، لأنه مهيمن على ما قبله من الكتب، ممن لم ينقلب على عقبيه. كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يعني بالقرآن يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، إنا كنا من قبله مسلمين. فإذا مهيمنا يعني شاهدا على ما قبله ومسيطر على ما قبله، ويؤكد ما فيه من الصحيح وينفي ما فيه من التحرير، وينسخ الأحكام السابقة. لذلك نحن لا يلزمنا إلا التشريع الذي جاء في قرآننا، أما الشرائع التي جاءت في التوراة والإنجيل القرآن إذا صدقها فنأخذ بها، وإذا نفاها انتهى الأمر، انتفى خلاص. فهو ناسخ لما في قبله من الكتب السابقة، وهو الذي يقول عنه العلماء بالإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. فالإسرائيليات إذا صدقها القرآن أو السنة فأخذنا بها، وإذا أنكرها ونفاها، زي مثلا مسألة السجود، سجود التحية للبشر، يوسف أبو يوسف وأمه، ما الذي حدث لما دخلوا عليه مصر؟ فدخل أبوي فخروا له سجدا، صح؟ فخروا له سجدا. السجود هنا ليس طبعا سجود عبادة، حاشا وكلا، بيسموه سجود تعظيم، وهو السجود الذي أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوه لآدم، وإبليس كذلك الذي رفض، فاسمه سجود تحية. فهذا السجود في شرع من قبلنا كان جائز، أما في شرعنا لا يجوز. طب إيه الدليل؟ اللي يقول الدليل يبقى راجل ممتاز. لا والله، لا، أنا حد يسجد للزوجة؟ ماشي، وتصدق شيخ محي والله ينفع دليل
جيد احسنت. في دليل احنا بنقوله في خلاص، ما انا لو قلت الاسم هيتقال التحيات لله في التشهد، التحيات كل التحيات لله، ما فيش حاجه اسمها تحيه اكرام او تحيه تعظيم او تحيه، ما فيش حاجه اسمها انحناء، انحناء ده لا يكون الا لله، انحناء التعظيم والتحيه ده لا يجوز، لله فقط، التحيات كلها لله، فكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. طيب فاذا شرع من قبلنا هو لا يكون شرعا لنا الا ما صدقه الكتاب والسنه، واذا نفاه فخلاص انتفى عننا. طيب وصلنا الى قول المصنف رحمه الله، ما الذي يجب التزامه، ما الذي احنا طولنا ولا لا لا شكرا. طيب عشان عايزين نخلص الإمام بالكتب بس عشان ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة الآن، ما الذي يجب على الأمة الآن المحمدية تجاه هذا القرآن؟ قال اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، فاتبعوه واتقوا، فالقرآن كله بركة، المطلوب مننا الاتباع وتقوى الله سبحانه وتعالى بالعمل بما فيه. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وفي قراءة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إننا نضيع أجر المصلحين. فهم يمسكون ويمسكون غيرهم، يتمسكون بالكتاب ويمسكون غيرهم بالكتاب، إننا لنضيع أجر المصلحين، وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، رواه مسلم وأحمد. وفي حديث علي مرفوعا، ولكن هذا الحديث قال عنه العلامة أحمد شاكر أن إسناده ضعيف جدا، إنها ستكون فتن. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. ولكن له شواهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، وفي رواية كتاب الله وسنتي. فإذا التمسك بكتاب الله. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قيل أنها نزلت في الصحابة أي يتبعونه حق اتباعا، أي يتبعون حق اتباعه. وهناك تفسير آخر ولكنه أضعف منه قليلا أنهم أهل التجويد، الذين يتلونه حق تلاوته أي يجودونه، ويعني كما أنزل يقرؤونه. ولكن كثير من العلماء حتى السلف فسروا بأنه يتلون حق تلاوته يتبعونه حق اتباع، وهذا مدح في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال ما معنى التمسك بكتاب الله والقيام بحقه؟ قال حفظه، يعني عايز يبين لك أنواع التمسك بكتاب الله كيف يقوم، وكيف نقوم بحق هذا الكتاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم، قال الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لكتاب الله أن تتمسك به وأن تمسك غيرك به، تتعلمه وتعلمه غيرك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أنواع التمسك بكتاب الله والقيام به حفظه وتلاوته، والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك لي يا رب ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. وفي سورة الزمر الذين لا في سورة الزمر لما قال الله سبحانه وتعالى مادحا أهل قيام الليل، قل هل يستوي الذين يعلمون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قانت يعني خاشع لله، ده أول صفة، ساجدا وقائما يقوم يرجو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وهذا مدح آخر. فالذي هذه صفته أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، هم دول العلماء، هو ده العلم فعلا النافع، ده العلم النافع الذي يؤثر فيك فيجعلك تكون من القانتين القائمين الساجدين لله بالليل، القائمين بآياته. ربنا جعلنا وإياكم منهم.
قال: وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. طيب، المسألة اللي قلنا مهمة جدا وتأتي معنا مسألة خلق القرآن، فصلته ولا نكمل؟ طيب، قال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ احنا قلنا قبل كده أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم إلى صفات ذاتية، صح؟ لا تنفك عنه أبدا، كالحياة والعلم والسمع والبصر إلى غير ذلك، وصفات فعلية، صح؟ التي يفعلها الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يفعلها، صح؟ كالخلق والرزق والتدبير إلى غير ذلك، وصفات ذاتية فعلية، أي صفات يتصف بها الله سبحانه وتعالى في ذاته لا تنفك عنه ولكن يفعلها إذا شاء، كصفة الكلام. الكلام صفة ذاتية لله، الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع ومعروف وبحروف مسموعة ومعروفة، ولكن يتكلم وقت ما شاء وكيف ما شاء ومن شاء من عباده، خلاص. فصفة الكلام الذي هو منها القرآن من هذا القبيل ذاتية فعلية. طيب، ما حكم من قال بخلق القرآن؟ أن هذا القرآن الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به مخلوق، ده أمر خطير. قال: القرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه من الله، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان، يعني كتب الله سبحانه وتعالى أذن لنا أن نكتبه بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. شفت الكلام؟ ده كلام مصنف رحمه الله. فالأنامل يعني الأصابع والمداد اللي هو الحبر والأقلام والأوراق مخلوقة، خلاص، كل ده مخلوق ما فيش فيه شك، والمكتوب بها غير مخلوق. الكلام المكتوب ده غير مخلوق، يعني أنا أرجو أن يكون التفريق واضح. أصابع اللي بتكتب مخلوق، الورق اللي بيكتب عليه مخلوق، الحبر مخلوق، لكن الكلام اللي بيتكتب ده ليس مخلوق، صدر من الله، خرج من الله وإليه يعود، كما قال إمام أحمد بن حنبل وهو صاحب هذه الفتنة العظيمة الذي خرج منها كالذهب المصفى رحمة الله عليه، هذا الإمام الذي امتحن وابتلي في فتنة خلق القرآن، قال: كلام الله منه خرج وإليه يعود. طيب، والألسن والأصوات، الألسن اللي بتتحدث والأصوات اللي بنسمعها مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، خلاص. الألسن اللي بتتكلم بالقرآن تقرأ القرآن والأصوات اللي تسمعها، الصوت الجميلة بتاعت القراء دي، هي مخلوقة، خلق الله لسانه وخلق صوته، لكن الكلام اللي خرج ده ليس مخلوق، هو كلام الله، خلاص، وضحت. والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق. والصدور مخلوقة، المكان اللي بيحفظ فيه القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ده مكان حفظ الايه القرآن، الصدور دي مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق. والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب الجوار، فأجره حتى يسمع كلام الله. طب بالله عليك، في بعد كده شك لما حد يجي يقول كلام الله مخلوق وكتاب الله مخلوق؟ ربنا بيقول حتى يسمع كلام الله، يعني الله تكلم به، في بعد كده شك؟ فجم جماعة ضلوا عن هذا السبيل فقالوا أن هذا القرآن مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى خلقه كباقي المخلوقات، عياذا بالله. فكيف تقول على صفة من صفات الله الذاتية أنها مخلوقة؟ يعني أنك تقول أن الله مخلوق، عياذا بالله. فلذلك حكم الإمام أحمد رحمه الله، وبل هو بإجماع المسلمين، أنه مرتد كافر الذي يقول هذا الكلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف
والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. خلاص، لأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. خلاص وضحت. طب ننتقل، هل صفة الله، هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ دي احنا مرنا معها، بس مرنا عليها من قبل، نمر عليها مرور سريع. قال: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه، وهو أعلم بما ينزل، هو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفته فعل، كما قلنا أنه يتكلم بالقرآن وقت ما شاء وكيف ما شاء وإلى من شاء من عباده. وكلم الله موسى تكليما: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا اصطفاء من الله، يكلم من شاء من عباده. واختص جبريل من بين الملائكة لكي يلقي له الوحي، يكلمه بالقرآن عشان يلقيه إلى الرسل. خلاص، ويلقيه إلى الرسل، هذا في الكتب السابقة، والقرآن خاص طبعا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو صفة الكلام ذاتية فعلية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. خلاص، مش محتاجين نشبه بقى ولا نعطل ولا نكيف، الله تكلم، مش لازم نقول بقى هو عنده لسان يبقى عنده فم يبقى زي المخلوق. طب ليه؟ الله تكلم، خلاص النصوص أثبت الله تكلم، يبقى لازم عشان نشبه الخالق بالمخلوق فنقول نعطل صفة الكلام خلاص، فنقول القرآن مخلوق؟ نعوذ بالله من الضلال. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لو جئنا بمثله. هذا كلام الله لا ينتهي، تنفد كل المداد، كل الحبر في الدنيا يخلص، وكل الأقلام في الدنيا تخلص وتتكسر، لكن كلام الله لا ينتهي، ليس له حدود. فالله تكلم بالقرآن وأنزله إلينا رحمة منه سبحانه وتعالى ببعض كلامه، وإلا فكلامه لا ينتهي، وسيكلم المؤمنين في الآخرة، ويكلم الكافرين في الآخرة، سيتكلم في الآخرة سبحانه وتعالى بكلام نسمعه وصوت نعرفه ونفهمه سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا تمثيل وتشبيه، كل الأشجار في الأرض كلها على الكوكب، كوكب الأرض لو كلها حولناها للأقلام، والبحر ده حولنا الحبر اللي على سطح الكرة الأرضية كله عشان تنفد كلمات الله، لن تنفد كلمات الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ونختم بهذا المبحث في جماعة اسمهم الواقفة. قال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ الواقفة هم جماعة توقفوا في كثير من أمور القرآن، وكدخول الفساق النار أو عدم دخولهم، اختلفوا أو مش اختلفوا، هم توقفوا قالوا لا نقول فيهم شيء. فهم الواقفة، هم الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا نقول هو مخلوق، وقفوا النص، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. طب دول حكمهم؟ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام، يعني فاهم هو بيقول إيه وعارف هو بيقول إيه ومتعمد، فهو جهمي تبع جهم بن صفوان الذي قلناه من قبل. ومن كان لا يحسن، يعني طبعا خلاص راح مع الفرقة دي، راح مع فرقة اللي بيقولوا الكلام مخلوق. ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا، يعني مقلد جاهل ما عندهش علم بس بيقلد شيخه. من كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان وبالبرهان كما أسلفنا. فإن تاب وآمن بأنه كلام الله غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية كمان، الذين قالوا القرآن مخلوق، اللي وقفوا النص دول اللي قالوا القرآن ليس مخلوق وله مخلوق، لأنه تردد في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ وهذا آخر سؤال. في بعض الناس
قال لا، القرآن أنا مؤمن أنه كلام الله وأنه ليس المخلوق، ولكن لفظي أنا بالقرآن مخلوق، الذي أتلفظ أنا به هذا مخلوق. ففرق، وإحنا قلنا لا تفريق، التفريق في اللسان الذي ينطق، وفي الصوت الذي يصدر، وفي الأذن التي تسمع، هذه كلها أشياء مخلوقة، الأدوات كلها مخلوقة، لكن كلامك ده اللي أنت بتتكلم به في القرآن ليس مخلوق، هو كلام الله. تعال نشوف اللي بيقول كده ما حكمه. قال: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، وفعلا في أمر مشترك بين تلفظ العبد وبين الملفوظ به اللي هو كلام الله. فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني الذي هو القرآن. لو قلنا إن لفظي بالقرآن مخلوق، يبقى دخلت فيه كلام الله اللي أنت بتقوله ده أنه مخلوق، ورجع إلى القول إلى قول الجهمي، يبقى زي الجهم بن صفان وأتباعه من المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق. وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، الذي هو فعل العبد اللي هو لفظه اللي تلفظ به غير مخلوق. طب انت كده يعني قلت ان انت غير مخلوق، يبقى انت سويت صفتك بصفة الله سبحانه وتعالى، وهذا من بدع الاتحادية الذين يقولون ان الله يحل في كل مخلوقاته. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. طب يعمل ايه؟ ما يقولش خالص. عشان كده قال هذا اللفظ اصلا لا يجوز اطلاقه لا نفيا ولا إثباتا. ما قلش أصلا لفظي بالقرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، أقول أن لساني خلقه الله وصوتي هذا خلقه الله، لكن لفظي بالقرآن، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. خلاص، يعني أرجو أن تكون المسألة دي مسألة واضحة. من سألك القرآن مخلوق، قل القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا القدر إلى الركن الثالث